final part. لا مش تشبه حسيلو سميم لو ماريو لما final part كما قلت لكم اخ البارت 6 لي سونيك دي هيدج هوك. المرة اللي فاتت عملنا ستارلايت زون ولملنا كل شيء كاوس امرالدز الكل. توي كاش نمشيو للزون اللي بعدها ونعمل فاينل بوس. ايه اللي هي باش تكون سكراب برينز زون. اسم سكراب متحس هكا منعش اش معناتها. ما سكراب معناتها حاجة مبلبزة وبرين يقصدوا بيها ذكاء، معناتها البلبزة ذكي يقصدوا بيها اجمل بيه في الفلسفة متاعي. او دينا ارى اللحم فازا جي تاخذ الرينجو. استنى فما هذايا ترول، هذا صعيب انا يكون هي النار لازمك تشوفها من القاع. عندك هذايا لازمك تضربه كان في الراس ساعات ما تخطفش. وإذا باش تدور تقلب إذا كا كان هيا لازم في ساكن شتاه وكما التالي فما مصانع بتاعيك ملحقوش. لا فما شنو هذا يا وهذوما لا بتاع المعرفة اوف بعد كوران الاحمر هيك اللي نجمع قعد فيه. لا لازم يرجع. تيح لازم تعاود ترجع. هذاك بيسا لا ديش بي شعر هيا عاد ما انه فما حاجة اللوطة ما بيسيرش. لا لها علاقة ناخد في الرينج زون تعدى. لا ارى كيف مسجل. ايوه سجل توا. فحت يعني يهرب. شنو هذا؟ شنو كل بنفسجي؟ شلون مرة نشوف؟ استنى شنو هذا؟ خنزير؟ خنزير طيش مش كيما جيس سونيك نتاع ماري فاتت. لكن تعرفوا واش في البارت 3 جيجا زرقاء سميتها جيس سونيك. اوه كملنا الاكتو جو اكتوان سخالت اكتو صح هيك الكل 3 دقائق وبليس هيك اللي عودتو متحسبش قول 4 دقائق. فيديو طويل شوية. بدينا. اوه بيه ذا اللي دور يقعد يلصق فيه. زح كيفية نمشي هنا ذا لين عودو. ذكرت هي موجودة في سونيك ترو ما تجي بتنقز عالي وقت بدا تدور. ايوه شفت شي تو نقزت عالي. استنى جوكا
عليا ماشي شي فوق يطلع كان صايب يا را فيها كتنقل فيها زعما في هاد اما ايوا يجي انشار زيدا يحس مر علينا قست اوه النار هذا مساء يضربني نهبطو هنا هابطين تقال معنتا ايجمان روبوتنيك يا ربي ديما نقولو ايجمان لا حبسوني اهرب اهرب هادي الفلوس صعيبة بقى اصعب متاع ستارلايت زون هيك الكورون اللي يمرش هو والنار مع بعضهم مشي في بقعته حتى هذا القص اللي يزيدو ام في سبور وليه عملتها هذا كيف تجري اوه ما خلوني نتعدى تحمل والديكم ضربه ضربني كل دقيقه نضرب اعملك يا ما عندك ما تعملوا لي تو تشكر في الاخر ما نسيش عطوا انا باش نقعد نهبطوا هكا على الاقل النار ولا هكا الهم طق هيك ضربه ماني قاعد نلعب بعلي نضرب ونمشي نضرب ونمشي اكتو كمان تويك الاك 3 بعديك الفاينل بوس جو يا الفاينل بوس تو جو يس لمعلوماتكم هذا اول مره انا هبطنا بالقص يا الدنيا حشومه هذا اول مره نلعبه ما عمري ما كملت سونيك كملت تو معكم ثم برشا العاب نعمل فيهم بلايند يعني بلايند معناتها شو نقول له اول مره نلعبهم ايوه ثم برشا العاب نقول هاي نكملهم نقول لا خليهم بلايند باش تكون الرياكسيون تاعي وقت نسجل خير تبدا لعبة تعرفها تعرف شو فما سبويلي روحك اوه حاجتي برين برين قول لازمي واحدة تاع هواء يو يب بيسا نيد اير وريد اير يهبط يو سجن ماي ميجا تيوكي يا امان زه دي تعمل فيسا بيع الاقل سجن ماي هذي صار لي برشا ما متش وجيت لرجعت التسجيل ديما بالشيك بوينت يا ربي ديما بالتسجيل متاع الايميليشن تعرفوا كي ما عنديش الايميليتور حال جيم اوفر على بعضه ونعود و يسهل باش نوريكم يعني الغاية متاعي كي الغاية متاعي نوريكم مش شكون اللي هو نحاول نقعد نعود و فيلز لا هاد بس انا استنى صح
ليفل هذا اكت هذا يا ربي فيه الماء فيه كنا فيه هذوما مع الحوايج الباهية في اللعبة هذه كلها مع ربي الصعب الكل في اللعبة هذه عاود جابهم يا عارف مازلنا باش نرجعو الزحمة هكذا مش نعود نطلع توا باش نتقابلوا مع هيا اما اش عملت لك بليز اي كيف نمشي توا منوني فاينل زون صفر عندي صفر رينز حاول الاغنيه بيع مو اول مره نسمعها انتم الان سيداتي سيداتي تشهدون من ماريو يسمع في اغنيه جديده لسونيك تشوفوا رياكشنات كيف اي روبوتنيك شنو الفاينل بوس نتاعك ما عندي شرينكس لا ترى نحاول ناخذ برينكس على قرينك برك على قرينك برك الزعب اطلعش عاملين هذي بالعاني عاملين هكا باش متاكدين انك ما تاخذ حتى رينج ما تمشي في حتى رينج باه ملحق تحس عاملين هكا لا 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 صبر ايوا 17 رينج مريقل اما صفر لازم بالصفر الزحة يا حبوك تعمل البوس هذا من غير تاكل حتى ضربة يا باه تقدرش عمل هذا ربطني ضربة ثانية هذا يتبقص حتى هو البيم في هذا قد برا هذا قد في وسط واحد هيك باش ياكل ضربه ها خلوت تقعد في الوسط ما يجيوكش بطوش ايوه لا بص هذا بيع لا بالحق صعب لخص معناتها وقت تستعملش الاميليشن خذ الضربة برك شت حياة هاي نالك في شي حك لا ما تضحكش ايه اركب هارب ديجا فين هارب عطيك صحة موت خير روحو فيزا بشهر لا يمكن انك غلب بسرعة سونيك كملنا رجعنا جرين الزون وهذا هم الامرالد الستة ليه لحظة حاب نشوف تأثير الكياوس امرالد هيا شو السيارات يا ربي
خليته يفصح اخي. نورمال اخترت خليه يفصح ولا لا، بس انا عم سجل دوني. شوف الحيوانات انقضم، فليكيز عنده الكيوس امرولدز 6 وفوز سوبر سونيك. ايوه زيدو نوار، زيدو النوار مش ينقذ النوار هيك الكل به، مش ينقذ نوار به. كمان شو اسمه سونيك ذا هيدجوك. تو فهمت عليه سونيك جريشنز الغنية متاعهم هكا كانوا يعملوا في هي مونا الالعاب بتاع سونيك الكل صبيتهم خاطر لعبة سونيك جريشنز احسن لعبة. حسيلو اللعبة هذي كانت باية فيها تشالنجز و هذا اول كريدت مش كما سوبر ماريو مع كريدت نحكي فيه على اللعبة الاراء متاعي فيها. وكا جست اثرت اني اول مرة نكملها تأثرت انو الكيوس امرالدز جيس باش تنقض ونسيت ما قلتش اللي سونيك كيفاش الفازة اللي عملها هكا التصويرة متاعو جي هكا اول مرة سونيك يظهر هكايا على خاطر معروف بوزيتيف كيما بوزيتيف كو هذا هو. شكرا للمشاهدة، كان لايك كومنت كان سبسكرايب يوتيوب سبسكرايب. اللعبة الجاية لسونيك باش تكون سونيك 3 او سي يو. Presented by Sega. Are حلوة روبوتينك يعمل الاند اند 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 استنى تاش نزل على القرص كو سيجا 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 قلت كل شيء تمي ملو ماريو سيبه نكس تايم با 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 Ta 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 ta